بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكل إحنا ليكوباد كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال عن كسو جري باب الرجاء إلهي سبحانه وتعالى مركض عمل ونكسن لاتما ده إن خير لغفي شو إن خير لغفي شو لغن الرجيو أيين كسو جري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله روحي قرة اللهم وين أحد كلو حق لقو عابدو إنو سنجرين أحد كقرة وحده لا شريك له حالو إلهي كليجي لا إله إلا الله با وحده لقو روشي لقو أدكيي لا شريك له أحد لو ذا عبادة يؤلوهي ذا يصفات الكمال ك وحلو ذا أنا أوسنجرين روحي قرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له بات قرتي لفظي أم بات كل واقعي أما إري إلا معنى أبات كل واقعي معنيه سي نحرك وحنبار سينا واد آمنتي حقا نقرأ وأن محمدا نبي محمد عبده أدونك الله إنه يا ورسول أحد كو ربي درصدي إنه يهي قرأ وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى إنه يهي نبي الله عيسى أدونك إلهي الرسول كسي قرأ وكلمة ودع الله إنه يهي ألقاها وأردي إلى مريم بنت عمران يوروح منه. إذن نبي الله عيسى أنا مركة قرام شهادة لا إله إلا والله تمد الشهادة بالرسالة النبي والله تمد عليه الصلاة والسلام وأن عيسى نبي الله عيسى يقول كحد قد بين يهود ويعايين نصارونا يكحد قد بين إلهي يكدق ويلك إلهي آتي هذا عبد الله ورسوله ويل ألنا ماءها أدون عاينا ماءها ابن زيننا ماءها وحاوي وعبد الله ورسوله إلهي أدون كسي رسول كسي وكلمة وردي سوى ألقاها وكتو ري أما كرد إلى مريم حق يده يعني وحاوي يددك كروا ابن آدم كنت سكى لي واركتين وكن إيو لبوالي اسكتك لغا أبورا لكن نبي الله عيسى أصغو بكلمة الله وحده بالغو أبوري بلا أب أي الله أبوري إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وروح النحريس وهي الرحمة منهم من الله حق الله كأهاتي هيا لا سقى أرواح النولين شرطك دنتي كرامات كيسية معجزك كمدة هيت أسوى النحريس ربيب وكأيوها روبك وغرقتين ومطر كالرحمة بالليل هذا لأنه وارات من رحمة الله كيمد وأثر من أثر رحمة الله إذن وروح منه ورحمة منه والله شيقا وروح منه نوى روح حق الله كتمدو إلهي بان نفتا قليي وأبوري أيضو يسنجرين وصائطي دقني عداء هيت ربي سبحانه وتعالى مركم آدمها أبوري إلا سيمره من إيو إيه والد ستغ إيو هولها شقلكم الهوي وكلمة إلهي وكنا وأنا نف حق الله كتم ستوس أو واسطة كلي إيه سبب كلا من أن صومرنا والله شيقا المهم حلقوا باب إنيا لبدي شياطين يهودي النصارى وركودي أها قولي كحد قد بن نبي قو عاي أو جايفيي إيه قولي أنت كحد قد بن بموشين ربي يركدي قي بإله يركدي قي أما ويل إله يركدي قي قراء وأن الجنة جنة حق إني حق تهي قراء رب إني تهي والنار نار إني تهي حق النقرة وأن النار حق حق إني زوم مرنا وحال إطلاق في مقابل الباطل مرنا وحال وجد شيء سغنوي وشيء سغن لابد معنا مرك مشوي كوجد النار تو شيء جرو أبورا تنظر وشيء جرو أبورا وهدب تشوغه وبالتالي وشيء حق بين إيه بربغاندي أنا هين باطل يا كذب أنا هين أنت روح قرة أدخله الله الجنة إلهي بجنة قلية على ما كان من العمل على ما كان من العمل إلهي إلهي بجنة قينية أيضا وحي حمانه وتيب قوته على ما كان من العمل أو من سيء وحسن عمل كيس الصوبنا يكيح ما أصغه وتمع القيديسي وإلهي الجنة قينية العمل أشك جرتي والعهدية أيال إلى هذا وإشارة إلى الكبائر إشارة إلى الكبائر وهي ذنوب تواوينيد بالله تلمامية على ما كان من العمل وحي عمل حمانة أما الذنوب واوين قوتي أن كفر يشرك كأين أيا إلهي جنة كجين يا بفضل التوحيد توحيد كي عقيدة صحيحة يا سالمة أوليمد أيو كجنة قليا أصغو حمان كلا بكرد عي أو الذنوب واوين كرد عي
وحقوق إلهي سبحانه وتعالى. أما حقوقنا بن آدم كأيضاً لغورنا في مايو ولغاقا قوينا إياه وطومرتين. وفي رواية لمسلم، رواية مسلم ليها وحاكو تمد من شهد روحي قراء لا إله إلا الله ألم وين أحد حق لقوع عبد إنو سنجرين، وأن محمد النبي محمد هو يا رسول الله رسول كاه ننك قراء حرم الله عليه النار إلهي با النار تكحرام يلا حرم الله إلهي با كم منوع أدي ذوي النار النار تي عذابك عليه على ذلك الشاهد أو المسلم. إذن إلهي با النار تكحرام يلا والله ما عليه علماء كف السيران إلهي بان النار إنه قال كم ممنوعة وأدون كهدوية صالح أدون صوبان وصالح هدوية هاي وهي أن مرك النار تلقى حرام يلي أما وحالقى حرام يلي النار تلقى كواره هدوب القلب وهدون أوها أدون صاحب كبيرة ودوكتين عند أهل السنة والجماعة ضدك مسلمين تأخرات تقلب مدون وهي نعم النار بأن مرينين وضدك الصوبان وناكسن أهل وخير كأوي إيو دد أدونك وحسوق البيء بلا يخرب البيء أو حمال، لكن أهل التوحيد أهون شركي وكفر ولقد كل دعين حمان كلها صميين لكن شركي وكفر ما يزال كل دعين دد كنوع عسى عقوة أهل السنة والجماعة أدلة متواترة كتمت قطعية وحوية بعض أهل التوحيد بل العذابية بعض أهل التوحيد بعض أهل لا إله إلا الله بل نار قلية لكن كمواريه مدو إلهي أوجي هاو يقاني كتشرة هيان كدي من مكال النظيفي ودنبي وذي لغا حقو لغا نقو نارتو لافتو أيا لغا سو ساريا ماء الحياة بلغو شبيا ديب يكبق لها يا وين نولان هيا قنكو دي وانا اكسنا تنتو دي با أسو اللابن يو قرق حسان با جنة اللقينية. هذه وعقية أهل السنة والجماعة وانا أدلة أنا تستي دادك أورنا يمرك روح أهل التوحيد أساق النار مقلي وقال سوق ورشا لكن أحد قبمانا نارك غلاة المرجاء لو تريا من غير تعيين قائل شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ سليمان مقاتل من سليمان بلو تريا كمان سكنو يده هذا وأن لسقط رطورة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر إيمان يا لغسو قريا لكن وأن لسقط رطورة فسقط المرجاء إني دهانا كفتمان وأن لغيا با سيدكي شيخنا ينو السلف يقول المعصية ما تكديسد الإيمان يزيد وينقص بور وربنت يا حارنت يا بخت يا ربدا اسكدا بالي هنا ربوها مركز حور. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص على أصول حنفي أنت صلوا تكفيرين كرا على أصول حنفي أنت صلوا تكفيرين كرا ما جرى قرص بكتيرة ومعصية قرصني يا ريسني فوضي سني استخفاف سكيل علي إن فسقت المرجاء ورك عليهم بموين لكن طائفة من أهل القبل أولى يقانو معينة أو قبطة سيدي سبا مربا داد توحيد لاتي ما دوح قريبا يمتشرو لما هايو وأم حاوي مسائل كلا الله اسكو هيا مركة تاسي مركو حكينيسا باب الرجابة إن كتر راي تذكى أهل التوحيد كا إن قال لما كدعين ولغود شركنا أن كدعين حقنا أن كدمن إن قال لما دي أما شركي أن كدمن أن كدمن نار كوار ماين حتى هذي قلان حتى هذي قلان نار كوار ماين أما بقلي مهيان إن بدون أياك مدوانا سيدة أبداً يهيل. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيب مطيب الله شفع عقاده شفع عشري سهولة بدن بلقو بدبادة هيا دور طبعا الشيب وشاو اسلام تيمية كاريقا كتب تيسا أسياضة دنوب تباب بإساء المسلمين تو إنارتك قبت بادان مركا إنو الملقود قشي أو طبعا كاشيب واي بانارتك قلي إنتا لابتركيض وكواري ميسو دوا بشارو يرجوين وي لكن إلا صدق تماها. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إلهي وحوليه قرآن كسنة كويل النبي قال وكسو قرآن حديث قدسي من جاء بالحسنة وناق نينك اللي مادة هل حسن نينك اللي مادة فله حقوق هذه عشر أمثال طبان لابك طبان أيضا لمدة هل كحسنات طبان لو قرد غير أو أزيد أما كبرا أما ولو كردين بتضابق والكبرا بلا قرسينية. ومن جاء بالسيئة حمان نينك اللي مادنا فجزاء سيئة حمان أبالك ذو حاوي مثل أيضا كلوي فجزاء سيئة مثلها أو أمس الرب وحول أغفر وعرافها أغفر سوالك للدوي مرك إلهي حسن ذا لما رأي يوناق يا خيرك محال ليلي من جاء بالحسنة فله عشر أمثال أو أزيد
maxaa yeelay markii la marayo xumihiina waxaa la yidhi jaza laga cabiray, fajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha baa laga cabiray. Limaada? Fadliga ee thawaabka iyo khayrka in lagu siiyo waa min baabi alfadli walixsaan. Cibaado badan baa la timid, soom baa la timid, salaad baa la timid, zakaa la timid, xaj iyo cumro, camal kasto wanaagsan baad meesha ugu dambaysa ka gaadhay. In lagaa abaalmariyo oo thawaab iyo ajir lagaa siiyo waa fadl min allahi wa nicma. Waxa adigu aad leedahay ma aha, waxaad mudatay ma aha. Maxaa yeelay waxa wanaagaad samayso oo dhan haddii lagu xisaabo nicmooyinka rabbi ku siiyey lixda lixaad iyo indhahaada, caqligaada, garaadkaada, garashadaada, maqalkaada, waxaan nicmo ah haddii lagu xisaabo oo la xisaabtamo, wixii cibaadee la timid bilaash bay noqonayaan, ma gaadhayaan. nicmada ilaahay inoo galay wax la koobi kara ma aha. wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay isagoo marka nicmooyinkii uu nasiiyey aan ugala xisaabtamin iyo wixii yareen la soo hidaan hidnay buu ajir inooga qorhayaa. marka waa fadli iyo xisaab. nimaa tiri kiila dahaba kee wuxuuu masagaa keen ood lacag siisan weeye waxa meesha yaal kiila dahaba keen baa tiri. markaasuu kiila booshaa kuu keenay. kiila dahaba lacagtii laga siin lahaabaana kiiladii booshadeed ka siisay masagada ahayd ka warrama. ninkaa ma u xisaan fashay mise waxbaad kala goosatee? waa xisaan fashay. saa darteed buu rabbiga inay yidhi man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha, waa fadlu min cindina aw asyad, ama ka badan. laakiin marka la marayo xumaantaad samaysay in lagugu xisaabo jaza, lana waa min baabi alqisaas walcadl. ninka musii ahee xuma falowga ah ilaahay wuxuu kula dhaqmaa bilcadli, ninka muxsinkana wuxuu kula dhaqmahayaa bilfadli walixsaan, way kala duwan yihiin. fajazaau sayi'atin, xumaan abaalkeedu waxaa weeye sayi'atun mithluha, dembi baad gashaal dembi baa lagu qoraya, laba laga dhigi mahayo, la kordhin mahayo. aw amase rabbi wuxuu yidhi akfir, waan dhaafahayaaba, ama waan u dhaafi, ama waan u qori, hal xumaan baa loo qori, ama waan u dhaafaya. waman taqaraba minii shibran, taakaki ruuxi iisoo dhowaada, yacni ruuxi cibaado yar la yimaada oo xoogu intuu dadaalo asagoo horaan gaabis baa xoogu taakaa xagga rabbi u dhowaada. waman taqaraba minii, xaggayda axadkii usoo dhowaada shibran hal taako, taqarabtu minhu diraacan, ilaahi wuxuu dhudhun baan u dhowaanaya. taako ruuxi soo dhaqaaqa, ilaahi wuxuu dhudhun baan usoo dhaqaaqaya. axadkii soo qaabila xaggaygay alla aamina ee caabuda, wuxuun yar isku dayo xaggayga usoo dhaqaaq, karamun wa fadlan min allahi subxaanahu wa tacaala, waxaa weeye ilaahay dhudhun buu soo qaadaya, bimacnaa ajir badan, khayr badan, tawfiiq, ilhaam, nafaxaad baa lagu furahayaa wey ee idinku boorta dadaala, wuxuun isku daya. waman taqaraba axadkii dhowaada minii, xaggayga diraacan dhudhun, taqarabtu minhu, xaggiisa waxaan u dhowaanayaa baacan, baac baan u dhowaanayaa. baacu waa labada gacmood oo la fidsho, waa adoo gacmaha sidaa yidhaahda, macal xabadka laabta wuxuu dhan waa sidaa, waa afar, waa laba mitir, afar mitir wax ku dhow wey, afar dhudhun baan u jeedaa, cafwan, afar dhun wax ku dhoweeyo oo laba mitir oo mid kadinkua taqaanaana sadaa markaati laba mitir wey. dhudhunkan caadiga ee xusulka la yidhahdana afar bay noqonaysa, waa xabadkaadii labadii gacmoodoo la fidishee baaca la yidhahdaa. adu maxaad soo dhowaatay? hal dhun baad soo dhowaatay. taqarabtu minhu baaca, mar walbood wax yaroo khayr la timaado, wixii wax ka badan ilaahay fadla iyo ajira iyo wanaagu rabbi kaa siinayaa. waman ataani, ruuxi ii yimaada, ataani huna waa maxay, aqbala ilaya loo jeedaa, aadamihii iyo axadkii makhluuqii isoo qaabilay isu kaydhiibee rabbi iga dhigta in sanka taagin, yamshi asagoo soconaya, ataytuhu, ninkii iisoo lugeeya alla wuxuu leeyahay, ataytuhu harwalatan, waa u ruculaynayaa, rucle iyo guclana waa la yidhaahdaay, waa laxaadsi iyo orod babaca wax u dhexeeya wey, laxaadsiga xoogga badan iyo in na la yidhaho la iska boodo hawsha u dhexaysa weeye, rucle kama daraa la yidhahdaa, socodna ma aha, orodna ma aha, waa meel u dhexaysa oo wax badan lagu gooyo ninkii wadi kara. waman ataani, ruuxi yimaada, yamshi asagoo lugeynaya, ataytuhu, waa u tegaya, alla waan u dhowaanayaa buu dhi, khayr badan baan siinayaa, xaggaygana waan usoo dhowaynayaa, harwalatan, rucule in loo ruculiyo, waa socod orod yar wey. waman laqiyani, ruuxii la kulmee geeriyooda, biquraabi alardi, dhulka muggi,
قراب الأرض دلك مجي خطيئة وقف يدنبي وفرس شرطها لا يشرك به شيئا نسون إيش شريك يلين ذنوبك لو كدعي معاصيك لو كدعي كبائرك لو قلب دحبوذي لكن ولقي إلهي غيرك معابد ولقي قال لما كمردعين قال لما كتبت كان كما الله ندوى قال لما كنت انت منك الله لا يشرك به شيئا لقيته بمثلها مغفرة إلى يحول لقيته وحن كل كل ما هي بمثل ذلك مجي أو مغفرة الدم دافع نينك أصور إيش شريكين أو قال لما كود عن إيما دو جريودة على التوحيد يكود جريودة مع المص مع المعاصي العظائم مع سيوين ووين وليمد ذلك بحين ذلك مجيء ولكن إله ما شريكين قال لما كمرد منن كفر كمرد منن شرك كمرد منن إلى يحوله هاي وحصل وان دافيا وحصل وان دافيا إذن رجف عن باكو جرت رواه مسلم مسلم باورية معنى الحديث وحاوى من تقرب إلي بطاعتي حديث كان ورد باقوليها أهل البدعة صفات كالرب كنتم طائمة تأويلية هذا كان نوينا تأويل كما مرنا هذا لكن كسي مشغول منه معنى الحديث من تقرب إلي بطاعتي نيك يقول سوى الدوادة إنه أضيعه تقربت إليه برحمتي إله أدوميه سقرب خاص يقرب عام واليه يقرب من إلى عباده أو من عباده كيف شاء ومتى شاء ولمن شاء وحوال الله سكومه مشكولي هولها نيضا أذكر نوين تلماني إليه برحمة نحرست من أقول دوانا إياه حق مرك قربك ذاتها إياكي وصفك أهابا لبض من رب سبحانه وتعالى واليه إن التأويل سوى تحريف سنة معنا بدن كوكين ميش أظن بأقول رفادي معنا كفائدي ميشي ماشي هذا عرفت الله في كذا لقوق بسنكرة وإن زاد هذا دواشة أضنك كرديو زدت نحرستان كرنا يا بالله وذاب النو كويدي فإن تاني يمشي أسوق لغينا يهدو إيما ده وأسرع في طاعتي إنه عابدنا أكدك دقو أتيتها رولة أي سببت عليه الرحمة نحرست بنقص بها إياه وسبقته بها وأنا كلهر مريا نحرست إذا كهر مريسا أزاق عبادتيسا ولم أحوج هنا دباتين ما يقول دبات قليل ما هي أباهن ما هي اللوج إذا إلى المشي الكثير صعد بدن أباهن ما هي في الوصول قاردة إلى المقصود أجده لها أقاره صعد كان إيو خير كان محو كدوني كدوني كان إيه رلا إلى كدوني إيه وقت بدن باسوق بحن بان كالر نقونا إيه كان جيني لكن وحاوي أضوما دبا لقال أيهاي وحير الطاعة ومخل إخلاص كتشرين إلي مادان طيب وقراب الأرض وحاوي بضم القاف قاف كالقود قراب ليد هذا ويقال بكسرها قراب نوال ليد هذا وضم أصح إن لقدانا في يوبي بضن كسره وحاوي وصحيح لكن وضم أصح يباني إيدن لكن أفصح باقوق النصاد عادقة ساسا نصحة نصاد إذا أنا وضم أفصح باصحة أصح وخطأ نجي إلى نسخة كصحة لأن قرابك ولغة صحيحة أفصح بالله عبر هذا لغة صحيحة لكن أصح ومرك وخطأ منكره واحتمال أوتشره أما أي كلمة عربية النقطة وضعف كتشره ماشي ضعف مياله وضم أفصح وأشر ضم إلا قدانا مركا عانة مع أن الكسر مشهور مع أن الكسر مشهور ومعناه حوي ما يقارب وحدوية ملأها مجي دوية قرابكم مركا مستر وقارب الشيء إذا أدناه إذا داناه طيب ما يقارب الأرض وحمل قوذا ملء الأرض وحدوين يا الله كذا إذا حديث كما كان رجع دربا كجرتها دي آل بلارن ومسلمين تي أهل خير كانوا توحيد كرجع كجرته قال كان وحام وقته إلهي سبحانه وتعالى وحرد الله تماد وحبضا هذا وحير دوات إلهي إن بدن بكوس دواني هذا الله يس والجوس رعلين يا هذا أذو تلاوة قاد ردم بالجوس قاد هذا ردم قادنا بع بالجوس قاد وحان حديثك لكم مرتين حديثك لوحدكم مرتين إن هلك حسن إلهي أمضى وكسن الطبان لا إلى تضاب بقول إلى تضاب بقول أكون أضعف إيه كبدن حديثك نوايا ريي وحالي إذا مرك القاعدة وما القاعدة وما سيق لمعنى لا يكون حجة في غيره حديث كان وحالوك هل أجدوا كريه حديثكم حقوصية هل أجدوا كريه
wax walbo khayr la timaado ha yaraado ha badnaado ilaahay wax ka badan buu kaa siinayaa baa looga jeedaa looma keenin xadiidkan in cadadka iyo tirada xasanada laga siinayo la sheego inta goora lagu laabayo halkii xasano iyo inta ajir laga siinayo muhaddadka iyo taxdiidkaas looma xadiidkan looma keenin waxaa loo keenay qaacida caamu ah addoon walbo alle u dhowaada bicamalin qaliilin aw kahiirin ilaahay wuxuu ka abaalmarinaya oo ka siinaya camalkiisa wax ka badan hada huwa almaqsuud walqaacidu ana maa siiqa limacnan laa yakuunu xujata fii gayrihi macnahaasaa loo keenay marka laa tacaaruda bayna annusuus fi hada almasala وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء عرابي من رمية أيمد إلى النبي صبنه أيمد صلى الله عليه وسلم فقال إنك رمية وحر سؤال وأنا أقسم النبي قويدي يا رسول الله رسولك إله يو ما الموجبتان ما الموجبتان محيهم بل بضع الشيء أما النار إي واجبي أما جنة إي واجبي وسؤال آذي هذا قيمة بضان نبي الله وحر ورلا سهران ما أيه diintu way fara badan tahay labada qodob ee midna haddaan ku dhacnaar aanan seegaynin haddaan sameeyana aan janno aanan seereynin ii sheeg nabi allow mal muujibatan ay mal khaslatan mal calaamatan ay mal camalan alladaani yuujibaani annaara aw aljanna macnahaasuu nabigu i weydiiyey qaala subhanahu wuxuu yihi man maata ruuxi dhinta laa yushriku billaahi shay-an وهذا هو الشرك الجلي باللوجيدا شرك اكبر كان لوجيدا شرك اصغر غير رياء سمعها معها من مات روحي غيريودا لا يشرك بالله شيئا اسغون الهي او شريك يلين دخل الجنه عدم الاشراك بالله ها يوجب الجنه الهي ان هذا او شريك يلين بمعنى ان هذا غالما وين كو دمنين وهي كينيسا ان هذا جنه كدبالته inaad janno ku dabaalato waman maata ruuxi geeriyooday yushriku billaahi shay-an asagoo ilaahay u shirigyeelayo gaalnimo weyn ku dhintay dakhla naar naartuu gelaya rawaahu muslim labadaasuu nabigu kuu kala jabiyey haddaad geeriyooto adoon gaalnimo weyn ku dhimanay iyo shirki weyn jannadada waa diyaar laba qaab bay diyaar u noqonaysa horaan baad soo marteene adoon naarba lagu marinin inaad janno tagto ilaaha nagu daro kuwaasi iyo adoo xogow lagu soo halaalmiciyey oo lagu soo nadiifiyey inaad janno ku dambayso laba gooroba janno seegi maysid wey laakiin ninka ilaahay u shariig yeela ee ilaahay keyrkii caabuda ee gaalnimo ku dhinta nabi muxuu yidhi dakhala annaar naartuu gelaya nin gaalnimo iyo shirkii weyn ku dhintay naar ma seegayo janna la soo marin mahayo janna ag marin maysid naarta lagaa xaadirin xisaab ma lihid yucrafu almujrimuuna bisimaahum fayuukhadu binnawaasi walaqdaam wey falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wazna wey warkaadu bannaanku yaalla laakiin ninkii iimaan la yimid adoo iimaan iyo towxiid la yimid waxaa laga yaabaa in lagu cadaabo kadibna lagu janneeyo laakiin adoo gaalnimo ku dhintay ama shirki ku dhintay akbara marnaba janno agmari maysid kufriga marka iyo iimaanku kii xoog badan kufriga iyo iimaanku kufriga xoog badan oo daran limaada shayga kufriga la yidhaahdo iyo furuucdiisa iyo caruurtiisu shirkiga weyn iyo kufriga weyn iyo caruurtiisu caruurtiisu waa maxaan ka wadnaa waa dunuubtii macaasida beenta xanta rufyaannimada xoolaha islaamka oo la dhaco xaqa aadamaha oo lagu xadgudbo dhiigga islaamka xaqdara lagu daadsho waxaasaad taqaana inay xaaraan tahay khishiga khayaanada ribada beryahan soo fakatay shay walboo dembi ah ama gaalnimo weyn ha noqdo ama dembi aan gaalnimo ha noqdee wuu saameeyaa iimaankada wuu dhaawacayaa ama wuu duminayaa idan alkufru wa furuucuhu yu'athiru fi liimaani imaa naqdan wa imaa naqsan hadii alqaacida hawsha aad u fahma kufriga iyo shirkigu iyo furuucdiisu wax ka farcamaya dhashiisu
iimaanka dhib bay u geystaan ama way dumiyaan. Yaa dumiya iimaanka, maxaa dumiya, maxaa buriya? Salaad maxay ku burtaa? Adoo ku jira aday xuguu neefkaafa ka taga warama tagtay waa ku daysa. Shirkiga akbarka iyo kufriga akbarka iimaankii bay burinayaan, nimay weysadu ka jabtaad noqon. Dunuubta kaleen gaalnimada weyn ahaynna iimaanka dhaawacay u geystaano way halaakeeyaan. Idan alkufru jinsu lmacaasi, iska soo gaabi, jinsu lmacaasi yu'athiru fi liimaani imaa naqdan wa imaa naqsan. Qaacida xifdiya saad u fahantaan in kufri uu ka xoog badan yahay xagga ta'thiirka iimaanka, laakiin adoo ahlu tawxiid oo iimaan wanaagsan, haddaad kabaa'ir iyo dunuub waaweyn ku dhacdo waxaa laga yaabaa macal iimaan in lagu cadaabo. Macal iimaan adoo iimaan leh in lagu cadaaba laga yaabaa, laakiin adoo gaalnimo leh laguma jirnaynaya marnaba. Adoo iimaan halkan ku jiro oo iimaan saxiix leh yaa laga yaabaa in lagu baqoojiyo, naar lagu geliyo intay dooniba ha gaadhee. Laakiin adoo gaalnimo weyn ku dhintay ama shirki weyn ku dhintay, ma dhici kartaa in lagu soo mariyo jannada? In badan buu soo shaqeeyey oo islaan ismooda hayay oo 20 sano qaari ahaa, 30 sano macallin qur'aan ahaa, intaasu xaaji ahaa, bal wixii wanaaga uu leeyahay adduunka xuu jannaha la soo mariyo. Marka abaalkiisa la siiyana naar ha lagu xaquuqo, miyaa la odhanaya? Maya. Saa darteed janna ninkii galay kama baxo, laakiin naar ninkii galay waa ka baxaa. Nin janna soo maray naar lama geeyo, laakiin nin naar soo maray janna waa la geeyaa. Walaahi miyaad fahantay waxaan u jeedo? Iska ilaaliya masaladan. Markuu marayna uu sharxigiisa uu marayay intan dambay ruuxa shirki ku dhinta naar buu gelayaa ah, wuxuu yidhi hada mima ajmaca calayhi lmuslimuun, wadaadkii nawi baa sidaa leh, hada mima ajmaca calayhi lmuslimuun, ama dukhulu lmushriki nnaara fahuwa calaa cumuumihi fayadkhuluha wayukhalladu fiha wa bixuruufihi wa caamun maxfuud. Cumuumka waxaa loo qaybiya caamun makhsuus, caamun maxfuud. Ina allaha bikulli shayin caliim, maxaad leedihiin? Waa caamun maxfuud. Ina allaha calaa kulli shayin qadiir, waa caamun maxfuud. Ima dhihi karta shayga mumtanica mustaxiilka ah, ilaahay ma awoodo mana samey, laysa huwa bishayin baaban kuleeya marka horeba, wax jiraba maa, wax jira ii sheeg. Idan hawlaha noocaasa waxaa leedahay waa caamun maxfuud, ay xufida, xufida canhu takhsiis, waxba lagama soo reebin, wax laga gooye ma jiro, maynis lama geliyo. Sidoo kale man maata yushriku billaahi shay'an dakhala annaar, wuxuu yidhi waa mima ajmaca calayhi lmuslimuun wa huwa calaa cumuumihi fayadkhuluha wayukhalladu fiiha. Wuu sii sharxay weliba, wuxuu yidhi ama islaan ha u nasab sheegto ama diino kale ha sheegto ama kaafir asli ha noqdo ama kitaabi ha noqdo ama ayeye ha noqdo, kulli naar bay galahayaan buuri. Waana ku waarahaya marba haduu shirki ku dhinto. Inta maxaa fahmi waaye? Qul ya salafiya sheegta, asmaadu waxba kuma tarto. Ibliis wuxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahum min tiin. Waxaa adigu iska sheeganayso waa asmaa'un maa anzala allahu biha min sultaan, xaqaaiqda lagu wada hadlahaya. Intaad nooshahay iska ilaali gaalnimo weyn iyo shirki weyn, iska ilaali ruux ilaahay geyrkii caabudaya ama gaalnimo weyn ku jira ama shirki weyn ku jira inaad tidhaahdo waa muslim. Afkaada markay ka soo baxdo waa muslim, adoo xugtiisa haya ayaad gaaloobaysa oo diinta ka baxaysa. Limaada culama allahi erays yar baad moodaysaan, wa taxsabuunahu hayinan wa cinda allahi caiim.
markaad ii leedahay islaam baan soo galahayaa oo diinta islaamkan qaadanayaa, macnaheedu waxaa weeye islaamku waan fahansanahay, waa diin diimaha ka duwan, waa diin aan yuhuudiya ahayn, oon nasraaniya ahayn, oon majuusiya ahayn, oon dabcaabud ahayn, oon geeda caabudin, oon awliya daba taagnayn, ilaahay keligii caabuda dadkeeda, ilaahay keligii caabuda. Sidaa markaad tidhi ee tawxiidsatay kii ilaahay kayrkii caabudayay haddaad tidhahdo waa muslim, macnida waa maxay? Islaamka ma aadan fahmin? In badanna waa idinku celceliyey. Waraariga maadfuurida ka ayartid buuru waa xasiloon yahay. Muxuu yidhi ariga meel uuba degan yahay, wuxuu ha xasilaan leeyay un dhaqaaqin, halkiisa ayuu isaga dhaqaaqin. Fahma waxaa laga hadlaaya ma aha xuruufi asaatiir, ma aha, waa xaqaaiq cilmiya. Hadda haddaad tidhahdo hebelow Soomaali ma taqaanaa, haa sii ogiy malinka Soomaaliga ii tilmaan baad tidhi. Wuxuu ku yidhi Soomaaligu waa nin dheer oo marka horta u gaaban yahay 2 mitir ah. Shardiga labaad waa nin cas. Shardiga saddexaadi waa 2 lafood 2 kalood weeye. Nigeriyaanka iyo naga Ameerikaanka uu leeg yahay. Ninka maxaadii? Anigo Soomaali ma taqaanid warkiiga dashaa iska cabbaad leh. Soomaali ma taqaanid shacab. Sid ku ogaatay? Tilmaantu bixiye baa khalada. Nabi Maxamed baan aqaanaa buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Nabigu soo akaaba sirra ma taqaanaa, haa buu yidhi waa kuwa waa lagu yaqaanaa, ii tilmaan baa tiri. Nin madow Afrikaan oo tin adag baa buu ku yidhi. Maxaad leedahay? Waxaan ku dhaaran baad leedahay nabigan aad rumaynin, leana maba taqaanidi. War islaam baan aqaanaa macnidu waa maxay? Muslim baan macnidu waa maxay? Macnidu waxaa weeye waxa muslim lagu noqdo waan aqaanaa. Islaamka waxa buriya waan aqaanaa. Salaadaan tukada waan aqaanaa. Markaa tidhi maxaan leh? Waa taqaanaa kaadida ee buriso oo neefta buriso oo hee wixii weyse jabin jiro dhan baa jabiya, hawlo kaloo la dheertana waa jiraa. Muslim baanahay, islaamna waan aqaanaa. Nin sanamka u sujuudi baana muslim ah. Nin Sheekh Cabdiqaadir Bar yahayo oo waxna tarla yaa muslim ah. Nin Caydarus iyo Yuusuf Alkawnayn Bar yahayaa muslim ah. Nin ilaahay kayrkii wax moodaya oo xaqu rabbilaha u tiirinaya ayaa muslim ah. Macnidu waa maxay? Islaamka afkaad ka sheegatay ma tihid? Nin baad waddo ku qabatay yaa taati reebel baan ugu guuri reebel yay u abtiri reebel yay waa reebel buku reer kale u sheegay kaale ma tihid baad leedahay. Mooryaan marka u taalay isbarahadda oo reebel raadsanaysa ninkaa dili maysid. Lan reerkii aad rabtay muusan sheegan hadduu laakiin reerku sheegtay ee dayn lahayd uu sheegi waayo shax waayo muxuu ku samayn khaayin isqarnahay u arkayo marka uu gowracahaya. Tacriifka aad ka bixinaysaan islaamnimada ka fiirsada culimmadu maxay ku yidhahdeen mima ajmaca alayhi almuslimun wa caamun maxfuud, caamun maxfuud. Laakiin taasiyan ku khaldino marka halkaa lagu usaxo yuusan baydu ku go'in. Xukumka aan ka hadlayna waa xukumkii asalka ahaa, xaqiiqadii cilmiga ahayd weeye. Laakiin adduunka intaad joogto ruux walba ashaato maxaad leedahay? Waa muslim. Man qaala laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah, waxaan leenahay waa muslim. Hadduu doono uurka gaal ha noqdo, balaaya ha qarsado, qodqodkiisa nolooma dirsanin, qodqodi mayno dabageli mayno, ilaahay aafadiisu noo muuqato oy bannaanka timaado. Nin walba ahlu salaada, ahlu zakaa, ahlu qur'aana, soomaya salaada tawxiidsanaya, meeshuu doono adduunka ka joogo, walow tal abiiba ha fadhiyo, new york ha fadhiyo, meesha muslimiinta lagu gowracayo sheega minimaar ha fadhiyo Borma, hinduuski meesha dadku cunahayeen ha joogo, meeshuu doono ha joogo, meeshuu doonaba ha joogo. Hadduu islaamnimo muujisanaya muxuu inoo yahay adduunka? Muslim. Hawshu u qarsoon allay u taalla, wa xisaabuhum cala allah. Intaa markay kuu sugnaad iska ilaali malagaa wuxuu galay buu hebelow faraha taagayso markaad indhaha iga gelisee. Malagaa wuxuu galay markaad ilaahay kayrkii mid caabudi aad tiraa waa muslim oo covid ku caamiso. Wuxuu kaloo malagaa galay nimaadan gaalnimo ku ogeyn markaad tiraa waa gaal. Labada god inaad kala fahantaan muhiim jiddan. Ninkii islaanima ka muuqato waa muslim.
sooma dhici karto inuu alaab wato warad laguma dirsanin, sooma dhici karto haddaba inuu ka soo baxay sanam meeshu ugu jiro guriga uu Ilaahay qeyrka ku caabuday yaa kuu dirsaday, sooma dhici karto awliyaha yaa kuu leeyahay, sooma dhici karto waxa laga horgeeyaa, sooma dhici karto lacalla tuqaabalu bilacalla, maybe maybe baa laga horgeeyaa sooma. Waradu iniga daa waxaan sooma dhici kartee ninkaani maxaa ka muuqda sujuud baa ku taala, waa soomahaya, waa salaadahaya, waa tawxiidsanaya, waa noo muslim buu nooyahay adduunka, aakhara allah kala saaran doona. Ninkii aan ku aragna gaalnimona maxaan leenahay, gaal baa tahay doonta meeshaad ka fiicnaatid, cumar baad soo martay isagoo sidaa ilaale. Ninkii xumaan aan ku aragno waa xumaalow, ninkii aan wanaag ku aragno waa wanaaglow. Hadhihi alqaacida malagaa marka wuxuu galay laba goor, goormo wey markaad ruux aad islaan ku ogtahay gaalnimana aadan ku ogeyn aad xerada ka saarto. Wuxuu kaloo malagaa galo weliba ka daran, hee ninaad gaalnimo ku aragto iyo shirki ku aragto markaad koofiya islaan ugu caamiso, labadaa iska ilaaliya, sheeke berde iska daaya. Xadiidkaas u fiirsa nabigu wuxuu yidhi, man maata laa yushriku billaahi shay'an dakhala aljanna imaa ibtidaa'an aw intihaa'an أو انتهاء. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ابتداء وي بالله غره ولو شبهيا اسك الهاليه هو شاسي اله النجا الهالي. وعن انس بن رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهي ومعاذ رديفه على الرحل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد ومعاذ رديفه معاذ نوفن قشن يهي على الرحل قاديد كدوشيس ضمير بوها عفير ليلا عفير روايانا وحيت المغي يعفور إلا يا ضميرك على حمار يقال له عفير وفي رواية على حمار يقال له يعفور لبضى الرواية بوي الجيران نبي محمد يا معاذ والضبس قاديد وصار يا قال سبحانه وحوي الرحل قوى قاديدك ضمير أهانا ولا شيء الرحلة دي اللي إطلاق أنت من رتبه كل عام لكن رواية وحي عضي سئن ضمير أها. قال وحول النبي يا معاذ معاذ قال معاذ وحول لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك يا رسول الله لم حدوك أجيب كيالي مرحبا وي وسعديك كتاغيري ليبان معها وسعديك ومن المساعدة لا من السعادة أنا وحنا نقول لك بين جري وسعديك الليبان تاد الليبان تاد ما وسعديك كتاجر من المساعدة ما حنكو كتاجر دينك الله تمت بات تاجر صرا وضد هذا بان كل ما نيا حق بان كو كتاجر ياو مركز سعديك ما من المساعدة ومسوا من من السعادة تيدين تيدنكو ساس أف الصومالي قول هذه كتاب كنا آخرية شري سداس إنه يقول لك بين شرين من السعادة ككين شرين لا كتب اللغة هي شروح الحديث كم مركز أرقت وامحي من المساعدة نبي الله كو أجيب وكو يالي أو وحي آس شيك ترى وام حي إذا أمرتنا تاغيري وي وتاغيري هيا وكل من هيا لبيك وإجابة تلبية بعد تلبية مساعدة بعد مساعدة لبان هذا إيو يريد هذا نبي الله هيا محاد إيشك توي معاذ وحوري حديثك وسوقها بإمامكو رواية صحيحين كوي قابن تاي لكن خارج صحيحين وحكوي من مركو النبي سيدا إيري إن مروي عن مصنع وأنا سكت عني شب إلى ما هل يا معاد لبيك يا رسول الله وسعديك شب وكيري ما كان إن مر سعوني يهضنا حوري يا معاد قال يا معاد قلت قال حوري معاد لبيك يا رسول الله وسعديك نبى الله كو أجيب أو كيال ورك هذا ومغلها يا وأنا فلنا ياوي وأنا فلنا يا دكتور وأكوف رنتهاي وأنا دقن قال لي واحد إيشكت قال نبي هذا نبر بالسعود إن نبر أه قال النبي حوري يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا صدح شيرب النبي يا معاذ يلي صحابي جيسون وأجيب هي وأقبل هي إن نبر النبي قد حيسين هي صدا وحوي يلي حالة وين إن النبي صوب قرش وين علوس وأبه إن لقبته يدرين سين هي سيفض وحي كوكوس وقال سمحايدة سيفض بوكو دافا هذا الكسرق في الوكوش كوكو استاوي. قال النبي وحور عليه الصلاة والسلام ما من عبد أدون مجره يشهد أن لا إله إلا الله قرأ يا ألم إن الله كان إنه سنجن الحق لك عابده وأن محمدا عبده ورسوله
نبي محمد رسولك إلهي أدون إياه ربي أهين إله أهين أدون الله إياهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ صدقا من قلبي أسقو أوركي ربك إياه وش أصدا شهادة أي ربكتها صدقا من قلبي قلبي يسوش أو الرميسي هاي أو عقيديسي هاي إذا وحلقوا صاري صدقا من قلبي وحلقوا صاري النطق اللساني المخالف لعقيدة الجنان عقيدة قلبي وكجرتي إيا قول كذا تسخلاف سيهين هذا صدقا من قلبي ما وإن أفكا ذي أورك ذا وضا الصعداء أفكا مسلم أورك قلبا لغو صاري صدقا من قلبه هوشا قلبي يسوعي نبكتاي إلا حرمه الله على النار أدونك إلهي وحك حرم يلا النار بك حرم يلا وحك حرم يلا تحريمك بإجماع المسلمين معي إلا حرمه الله على النار وما حرمه الله عليه الدخول وي عفوا الخلود الخلود نارت إنو كواره أيا لغا حرم يليا إنو ذنوبك لكو قلمو يي توحيد كاسي كليا هدو لي مادو أوسادو أتحو تحيدو أي نفتو كبا حضو نار تابان ميسو إسلامكو سوق علي وتوحيد سدي أصور معسيك لكو دعين واجب كان أن لا إيمانين قارن حلي يسلا قارن يقلف كتري نبا ينوسو قال سواحيليا توحيدك إيه قبتبوري والله قبتي عشر كو اسكفر يستأسوا عشي لقارن بيقلف كتري محل ذي إلا حرمه الله على النار هذا صدق من قلبي أها كان نار قلي ما يتحريم محاوية مطلقة دخولا وخلودا منا بشغلكم لها انت نكلي أهل معاصي وخربتي وحا حرام إنك إن هذا النار قلو كوارو مين نسفان قال وحور معاذ يا رسول الله رسولك إلهي وأفلا أخبر بها الناس كلمة بشارة تتكمن أشيغه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وبشارة أدو نبع الله تتكمن له وذاك أفلا أخبر بها ويدن يا كلمة من أشيغ نبع الله الناس أمضى فيستبشرها بشارة استينه رين إيو بيتا هب الله بيره من أشيغ قال نبي حول إذن يتكلوا هذا أشيغته وعدين إيا بشارة إيا خير كان إيا فضيقا بيتلا صارن هيانو عمل كي بيرين إيا عبادي بيرين ها أشيغ وفي رواية دعهم يعملوا إذن يتكلوا ماشي هذا رواية حد يقول لي حكوتي ميت دعهم دا ها أشيغ يعملوا هالشقيين عبادة بدن هلي مادين درجات آخر هالسقيستين دار هالستين أكاد وأنا يقول سومر حسن البصري أنو يجي ملائكة قرية شناي ديسي قرية ديسي سطلوبة لغو ديسي إيا شمين تضا إيا برها إيا ألاب تلغوها بين أيو وحي كئمان إيسا الدنيا دا وأدونك المسلم كعمل كلي ما دب وحون غنى يا متيريال كي اسميت كي لغو ديسا لها قرية شنا لغو ديسا لابو وضا ملائكة قار خطو حيار كان قرية ودين كوكو كالي توجي ورمحيو توجي سيد أدونك نو كينا هاي ألاب تنقرية وكو ديسا لهاين يا بريها شقد يريي صلاة بو يريي قرآن خس كبو يريي سات الليل كبو يريي صدقة بو يريي إذن هقولي هالدسا نية قولي الجنة لا قد دسا عمل كنا لقد دسا هي تضو عمل كسكو يريسو قولي جابنا هوس سن بدقي هذا العمل كبد السنة ناطحات السحاب بده ليس هذا يكون حرام تاعي نبي حور الداء هالشقة يستني توحيدك جنة يكون لها يان لكن درجات بأبهين سرد أدير بين ربان حور العين فربضان بين ربان ولدان فربضان بين ربان دا إذن دعهم يعملوا فأخبر بها معاد معاد باورد الشيغي بشارتي عند موت مركو ديمان أي تأثما دنب كعر درته تأثما أي تحرجا دنب بكعر متفق عليه وقوله تأثما أوجده أي خوفا من الإثم دنبك بقي بو أشيق حديثك مركب لمن يي في كتم هذا العلم علمنا إنه قرية درتي يعني مركب لمن يي بو أشيق وحول بقى قصة دير بحديك ولا كوير نك وحديك أشيق يي علم أن محمد كرد حلي مشورة أو أن إيش إذا شيء مشورة شيء والبون نبي كم مقري صح أرضي سر ريشام يا أرضي ريا من يدور دم بو أشيق أنصار بحول دمان وإذا شيء
هل حديث مويه ومركو دمني هل حديث مويه اصلا هذا يدين شيخ يا بور مركا ودمني يا بور شيخ صح دقيقه كده ونف بحي. اذا تاثمه وحكبق كتمان العلم وكبقي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن مكعب صدي. كتمان العلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار يوم القيامه هو بدن باجره بكا تاسو كعرري وحال اورن كرا نبي قريب يلي علم قرنتي هذوك دم بكعب صدي مخالفه النهي النبي سو دم بكلام ما نبي محمد عليه الصلاه والسلام هاو شيغن هذو هذو قري وحكب غيره كدم بابه وعلم شرعي او نبوي او قريه تهدو كعب صدي حقك لك ورمى وحكى سبوده النبي قري وكيد محلو خلافتي صحابي وافقيه اصولي او حكولي هاي نبي حكفها من عمل حكم نهي النبي محمد حلو وحكم شرعي معلل بعلة منصوصة دعهم يعملوا اذا يتكلوا مركو النبي يقول ها وشيغ محك بقي انا ينتهي بشارضا يا فضلقا يا يبوها تلا سارتان اي عمل كي يريا اذا اتكالك اوميشا كبحي واركي معاد بن جبل وقدم صحابه وحي قارن ترهب ان يبقى سوفيو بان درق النقدان قبل النبي الله وهبينك ساحان ما ينو سون دين ما ينو ما اسكا صعنا هوين قرسن ما ينو قيبا جهاد كون مرقابه وسكو سوفيو كنت جاي يعني صحابه ان عمل يري اسكا بداي هي نبي قاع العلي وقدم عمل ان يري اسكا بداي وحي دمعين ان يبقى هل يهبين سو جيدان صلاة الليل صون قيام تاغن هل قن تاغن ونبي علين جري كداية كداية ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه سددوا وقاربوا نحن حيست ترتيب صدى نبي حكموا بكل علين لي محونا كبقى يوران فضق أنتين مغانا يبقى عملك كتاقان معاذ حكولي من جبل نبي محمد ما خلاف كتمان العلم أن كعب صيبا أنا الصحة لأن الحكم أي النهي ومعلل بعلة زالت بعلة زال علم ما يشكب اتكال كها الاتكال على الوعد والفضل مش واكبحي بل أكثر في العمل وأوغل في صحابته بركود والقرنيسن والحكم يدور والحكم المعلل بعلة واحدة ولا إطلاقا لكن واحد لوجد اسكفاما والحكم المعلل بعلة واحدة يدور معها وجودا وعدما إذن مرهدو اتكالك ما يشكبحي نبي محمد موسى خلاف بل ووافقي إذا مقاس الشريعة هي معاند وصحابي فهمها هي بشارة وين وين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما شك الراوي روى شكي حديثكم ما أبو هريرة ورنا يا مس أبو سعيد روى شكينا وأعمش أعمش وي شك الراوي وأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة صوابكم حديثكم وحديث أبي هريرة لا حديث أبي سعيد شك الراوي الراوي باشكي لا بد صحابي يكون شكي ولا يضر الشك في عين الصحابي بكون نووي ان صحابي لو شكي ما انس با مسوا جابر نكوري ما ابو هريره مسوا ابو سعيد وحكي يلي ميسو وحي اهل الحديث كل اجماعين ان الشك الدائر بين الثقتين لا يضر الحديث وحانكو اوري مساله ذا وحا اي شيغي شيخ هبل مسه اما الشيخ هبل لا بد وانو با متكود بان كلا غران لاهي ما هذه ليذاي كشر لبا خير قبوي لبا ضوار دقوي أبو إيش سؤال جوابتي إيش ما يقول هذه لأنه شيخ وكوش جه وراء نوانقي ما بضل تعيشه كان نوانقي ما تعيشه حوق عوري لما شيخ هبل أما الشيخ هبل بان ويدي سدا يسدا وحنا يقول جواب سدا يسدا هدو محدد كل هذا وحدثني فلان ابن فلان أو فلان من فلان وكلاهما إمام حافظ ثقة سفيان الثوري بأي تبيه أما سفيان بن عيينة محل هذا نين هران لما قنا ولو بعبع اللي قلت كوبي هذا أنا هين هران لما قنا هذا أنا هين ونن في عنهم ثقاءات وحجاء وركا وحكو يلي ماي محل مدمرك اللي بس حابي نينك كوشكي ومن باب الأولى من باب الأولى هو لأنهم صحابة كلهم رمانتود عدول وأقول وكل سوية وركو ظل قبطئي مخراتي الرواية ضبا
قال وحور السحابي قاس أبو هريرة ويه لما كان غزوة تبوك دولانك تبوك مرك اللقاري أصاب الناس أدتك وحاها لي مسلمين وحاها لي مجاعة باهبة هشي معروف باتمت قال شبعا آيات حبير باتمت وحبان كبودي إيما ديقا هايو إيما ديقنا يوم راس دمبلا لما كان غزوة تبوك دولانك تبوك مرك اللقاري أصاب الناس أدتك وحاها لي مجاعة باهية معروف باقبات يدالك واردير حلقنا حلق للبوعها تبرتنا وإسكي ريد عدقنا وابدنا فقالوا وحيدين صحابتي يا رسول الله رسولك إلهي لو أدنت قبل نما الليل هذا أمر مسؤول لما قد بيه أمر توصل أمر قيحا ولقا ونكسنية سام مي الله مي نيالو محي كراتهي وآخر لطفا لو أدنت لنا هذا النوف نبي الله نوئدا ما يسنده هذا النوئدا تشو هذا النوف السحظة ما في عنا الله يدبيلي لو أدنت لنا هذا النوف صحي لهي فنحرنا نواضحنا إنا واحد جور عنه حولهنا أن جور عنه فنحرنا آنو دون دونون جور عن نواضحنا جيل يجا أو طيدا جمع ناضح ناضحنا وارتجا ينف جيل لقول دام صدوه إعاق لقول دام صدوه بيها بيها ريرك أوجيا لي هذا واجد دمنا جيل ودم بالاس كجد لق لق أسر كيسو الناضح وجيل أما أو طا لقول دام صدوه أو دامت كا فأكلنا أن على الفنون عنه هذا باهي باجرته ودهنا أن قصب كنون تن حيد هذه يو روح هذه يو كرس كذا بالشيل أنه أمرها كنون لأنه إذن هوشا سوات إلا باهي بالورد ما نيا نبي محمد كفيري نفط آدمها هي حوله بها إمتى هيد نفط بفضل إن لبت بادية طريق لو مركه لو بت بادين كان النبي أمام مقنع عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا وأمر صدر على وجه مصلحي بالإجماع لا بالوحي افعلوا نبي ويري وأمر كيمت اجتهاد يقيمين حالة ذات حالة دقال حالة باهية إلا دل كادر دل كادر كافك دل كادر دل كادر دل على ذات وحكى الله ما هي صحابة إن لبت باذي وقيلوا ذي أورطوا ذي قيلوا ذي محمى ويديستان وحدا ما الله ما هي مرك افعلوا بويري مرك وأمر صدر على وجه بوجه مصلحي لا بوحي من الله سبحانه وتعالى فجاء عمر عمر بايمد رواية حديثكم أحمد بعد يسي صحابتي أو الصعودة وأورتو دي قيلوا دي كسعين سوق قبطان ربا يعمر بنان كيمد باكوهريم وكرتبي حقاتو صعودة نبي قان اتق نيو نيري وان رمانا ينائي قيل ما اسكوا ويدسنا أورتا ناد قايد كيجا نبي ويدستو نيري إله بأن كل دار شيء رمانتي إنا كينا بوري وداري إلا مد بس كذا قاخ نبغى أمر عمر ما كذا جيسنا هي حول إله بين كل داري هي صلى الله بتكل كنا وحقينا علينا نبغى نود تجينا الله صلى الله بت فجاء عمر عمر بايمد فقال عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت هذا سيد هذا يشود أفس على الجيل إن أورت الجيل كأجا ورعدان ويدستان قل الظهر الجيل كيران بوري الظهر نبر كان لوجه نبر كل الجيل كلا وضع لأورت نبر كلا كراي قال الظهر قايد كبايران ولكن هسه شنو نبي النبي رواه احد احمد هذا محان سمي ابو وي ضمان يعني هذا قايد كان فصحين محان سمي يا انه يها امر مصلحي او قيمين حاله دي هول ملتري يا هول قال اي تاي تاسكو عدنس وحو نبي الله انا كو هيا واحد كو بدبايس ددكان هي ولكن ادعهم اجير بوري محل او يدا بفضل أزوادهم صهيدودي وحي كهري هراقي صهيدودي نين والباء وحي صهي أسو قاتل قمدي سيقلونكي قلونك متغانا وقمدي مسيقو لصورو أيضا سيدا اللقات بس بورش كودي نين والبو حايس نين كيبس وطي نين والبو وحي كهري قندي سيقور كيس أما جوانك قور كيس كان كله ولكن أدعهم أجير إن اللي ما دام بفضل أزوادهم صهيد باقي هراقي ذاي كينان ثم ادعوا الله لهم كدمنا إلهي يقول أبري عليها على الأزواج على البقية بالبركة إلهي وبركة وحي كان سؤروريين رواية قال وحي نبي الله نول بالرواية وحي كان ده وحي كو كيران هل ميل مروين كو درد أما سان اسكو جي ميل كو جمعي دول استاقوا إلهي وبركة كو دعيه إلهي وبركيني يقين وإيمان بكو سعر وحيوك نبي قال إلهي وإلهي هذا هاوشان إنا يقول لك ربيح بأوقيا انت مركو قايدكو رمان لها
nabi maxamed lafiis aan qorxaysan nabi wuri maxaa meel gaadis ka gowracayna nabi baa inoo joogey ilaah noo bari maan dhaahno maxaa geel loo lay kaarta kale wuxuu kala u fiican oo iimaan xambaarsan ma aha ictiraad waa mowqif iimaani ah yaqiintiisa ku tusaysa لعل الله إله وحلاج إلى وحمدان يهي أن يجعل إنه يلو في ذلك وحماش لجو رشيد كد عيسى يرى البركة إنه بركة يقبضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بروان يري ساسا صحة فكرة أن أذكي أنت باتيه ركف عاني سؤر رشا فدعا النبي وحوية يروي عطسد بنطع صلي وإذين يروي مقارير يعني نطع قال لي هذا ما كسفي عن لو مقدية لقر دقرته وسفي عن لو كذا مره يا نتعق اللي إلى هذا فبسطوا واكل في ذي ثم دعا وحوير بفض أزوادهم سيد وحي كديرات كي باقي قوان نبا سيد سيد ما يستي وحبب هاي نبا نبا وحي رؤى هايستا فجعل الرجل نكو حوق ذكر يجوع الله إيمان أيو بكف ذرة صعب مسقاء ذرة ومسقاء ذا عنوان استعمال لك اللي ذا يري رهبا هروري يا رب خيبا لك يا زوما قل لي مسكيرين ولا قادها نمو قابو يقنا ويجي الآخر ومتك لو حلا إيمانا بكف التمر صعب تمرة عن طوبة تمرة ويجي الآخر من صدح ذو حلا إيمان لا إيمانا بكسرة عن شيرة تشبان كبس روتي طي. وأقول عن حب عن رمز ترينه تشب مره روح أنا تشب واحد صلاة يكير إلى وحكة الله بهاي حتى اجتمع على النطع إلى أقصى الرئيس اللي نطع نونك والله كسيا والله كرب الله بضبا على النطع سلقي الله وسكويمت من ذلك وحل سؤروري شيء يسير وحير مع الله وحي سكين أصحاب بضائق ومانكم اطمانكم كن قادة هاي أما قاريبا وحونا وحير مع الله أم بقول إن ديقين وانا اطمانكم صحابة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة رسولك إله إله بأبريي إله بركة إله قاتشه نول لين إله أقرقار إله ومجاهدين الله وجد جثاب دعاء دير من النبي وآخره ومالك كدعاء ثم قال وحول هذا ضبا مكدعاء دمي خذوا كقاط وحميشا يا الله في أوعية ولش نول بولك صدر صدو ننشوان ولي ما دوك قرطة ننشراب كيس ولي ما دن حشين تيس أولتك نول بوح بعي ببوحي نول بوح بعي ببوحي فأخذوا واقات سهيد ميشة الله في أوعيتهم ولش دمي كقرتين حتى ما تركوا في العسكر إلى أيسن كجتجن صلّي جم ملتريه ماشوا كويا اللي حرد أي صحابه الدجناين وعاء ويل وحق هذا إلا ما له هو بحيه ويل كصلي بحكيه حتى ويل بيوت كي بحيه سفرار ذي بحسدين لقاش لورد ما انقاري قاري جيل لور لين قاري وأكل ورعونه ما كي ولاش بحسدين بدي أنت كرنا أن عنه كفر حرنه ما برد ما أنا يسبا ولاش واب بحان علوش واب بحيه ولي ويتالا حتى شبع الى درجين وفضل صهري فضة ليرات با صهري رواية احمد وحياهي وفضل فض كثير راشين بدن با صهري ويل كسنا ولا بعشي ايغوا كدرجين طبن كونوا صحابي طبن كونوا نن وحل باهن جوقته او ودهيس ودغالميا شتنين بارتي جيل كفرحلني سومالي هربا قال ستحجير افجير جيل كون راجت رورتي ركب باي قبته قال إذا تحجون أنتم جورعوا أسوء أمتشيني كود أم حيوك كود صور المراي وراو رتي ما أنتم كو قدي وكو عد قلاي رتدرن مركي كوين السكرات كا هي شباتي كذا قاتشين لا تدكم ما هاي حتى شبعوا وفضل فضل كثير سعوا معه تبنين لك وحلوج إذا مك رك أباهن سيدي سوى رقم واتق أنا راشين بدم بوباية مركي هل جني هول كشرتي السفر وفضل فضل كثير وحبذا بصوره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مكه وافرحي معجزه ما شكد عظي سيدنا عمر فكرتي سوى لو قوليستي يقين سي ايمان كيسي بلاش ما هذا موقتاي ابو بكر وعمر وحي ذكر كدافين ما عمل فربضنا وما حي وما وقر في قلبي من اليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحنقر يا أحد حق لقول عابد الله كائن سنجرين وإني رسول الله أنون أن رسولك إلهي آه وحمدش قد عواري تام وإسحابي طيب رواية أحمد وإني عبد الله ورسوله أنون أدونك إلهي آه رسولك سنعر آه نبي حول لا يلقى
لا يلقى الله إلهي كلما كلما بهما أي بكلمة بالشهادتين بالشهادتين عبد أضو إلهي كلما كلما غير شاكن أن شك السرين علوش أن كجرنين منافق أن أهين فيحجب عن الجنة جنة اللوديده لا بد التوحيد كلمة شهادتين كا نك إلهي كلما كلما أسوق آمنسا أو يقينسا أو شك كجرن أو أفك مسلم أو كقال أن أهين نك إلهي كلما كلما آخره جنة اللوديده ما جنة مصيغه جنة قليا رواه مسلم مسلم باوري رواية أحمد وحيدهم ومن لقي الله بهما ومن لقي الله بهما غير شاك دخل الجنة والله سبحانه وتعالى أعلم.